السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير. اليوم راكم تشوفوا الجو صافي وما شاء الله، قررت أني نشارككم هذه اللحظات البسيطة اللي كنت تشوفوا اليوم وجه في خاطري. كنت نقضي في حواجي وفجأة فت على البسينة تاع الماء هذه. بعد تفكرت ملي كنا صغار وكنا نديرو السفينة تاع الماء هذه، السفينة هذيك صغيرة تاع الأوراق هذه ونلعبو بها في الشتاء. سبحان الله جات في بالي نسييها، نخدمها خدمتها. كما راكم تشوفوا راني قاعدة نجياح، صح معليش والله بعض الأحيان هذه الأمور البسيطة يعني تستمتعي بها، يعني ما تبخلوش. حبيت نقول لكم ما تبخلوش رواحكم من هذه اللحظات الجميلة، مالغري هي بسيطة وتضحك وديفوا أحيانا ممكن تقولوا أنا كبار وهكا، لكن لا، إذا حاجة جات في خاطرك معليش حتى إذا كانت تاع صغر جربوها، ما تحرموش رواحكم من هذه اللحظات يعني البسيطة. يعني حتى تلعبي بالماء، حتى تلعبي بالورق، حتى ترسمي، مهما كان الشيء اللي جا في خاطرك وحسيتي انه يسعدك ما ترديش اطلاقا في انك تديريه. المهم هذه هي اللحظات اللي حبيت برك نشارككم. شوفوا ذاك الشكل اللي يعني ما شاء الله، هو شكل تاع الفقاعه تاع الماء كي أشعة الشمس كي تضرب الفقاعة تاع الماء تعطي ذاك الانعكاس لداخل، يعني شكل شوفوا سبحان الله، يعني أشياء بسيطة. إحنا فقط مناش حاطين البال مع الأمور اللي حولنا. المهم هذا هو الفيديو القصير تاعنا اليوم، حبيت نقولكم فقط هذا وش حبيت نقولكم. في أمان الله، إلى الملتقى إن شاء الله، انتظرونا فيديو جاي ان شاء الله هذو اليومين. في امان الله، ما تنساش الاعجاب والاشتراك. السلام عليكم.